بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم اخوكم السيد علي من الاسماعيليه مصر. ان شاء الله هنشرح الكورساج. الكورساج اللي هو الباترون الاساسي زي ما بيتدرس، بس قبل ما اشرحه عايز اقول حاجه. هو الفرق بينه وبين انك تقص بسرعه على طول تاخد مقاسات الكتف، هو مفيش فرق فيه، بس هو بياخد الكورساج وقت اطول. بس هل المفروض ان احنا نتعلمه ولا ما نتعلموش؟ نتعلمه من باب المعرفه، عشان لو احنا بنقص على طول الباترونات على طول على السريع نبقى احنا عارفين اماكن النقط فين، فبتكون اسهل. ففايده دراسه الكورساج او الباترون الاساسي حاجتين. الحاجه الاهم اللي هو الشغل الجاهز وشغل المصانع وشغل الانتاج بيشتغل بالباترون الاساسي، اما شغل المحلات الترزيه الخياطين حاجه في البيت بيشتغلوا على طول بالطريقه السريعه. حتى في المدارس بيتعلموا الباترون الاساسي. فاحنا ان شاء الله لما نيجي نتعلم الباترون الاساسي بس اللي نقدر نستفيد منه كترزي او خياط او اي حد، ان احنا نعرف النقط بتاعت الحاجات اللي بتتحط فيها. اما بالنسبه لفساتين السهره والسواريهات، الاحسن انها تكون انك انت تكون بتعرف تعمل الباترون الاساسي. عشان كده ان شاء الله هندرس الكورساج ونشرحه بطريقه سهله. احنا مش هنبقى محتاجين معانا بس غير القلم ومثلث ومسطرة في أول حلقة، والورق ده، الورق ده نفس الورق اللي هو بيتلف في محلات الطعام وكده، بيتباع عن اللي هو مستلزمات المحلات. الكيلو من ده بستة جنيه وبيعمل حوالي أكتر من 50 ورقة، فالورقة بتقف بحوالي 10 ساخ، فتبقى رخيصة جدا. فأتمنى إن اللي عايز يعمل كتير أو يتدرب ممكن يشتري من الورق دوت. ما معهوش ممكن يجيب جلاد، يجيب ورق زبدة، ممكن يجيب أي حاجة، ورق اي انواع من انواع الورق. ان شاء الله هنبدا اول حاجه في الكورساج ان احنا هناخد 3 مقاسات المره دي، وبعد كده هنكمل بيه اللي هو مقاس الصدر، طول الصدر. طول الصدر وعندنا 41.5، وعندنا طول الظهر، طول الظهر 40 سنتي، ودوران الصدر 96 سنتي. يبقى احنا عندنا الصدر 96 سنتي، طول الظهر 40 سنتي، طول الصدر 41 سنتي. اول حاجة هنرسم مستطيل وطول الظهر زائد 1.5 سنتي، يبقى المستطيل طوله 41.5، 41.5 ده طول المستطيل. عندنا بقى دوران الصدر اللي هو 96 سنتي، ده بيتقسم 4 مرات، يعني 96 تتقسم على 2 تعمل 48، تتقسم على 2 تبقى 24، تتقسم على 2 تبقى 12، ترجع تتقسم تاني على 2 تبقى 6. يبقى احنا قسمناها مرة 2 3 4. ولو عايزين نقسمها بالمزورة على طول بنيجي نقول 96 عاملين 48، وال 48 عاملين 24، وال 24 عاملين 12، وال 12 عاملين 6. يبقى احنا قسمناها 4 مرات. اول لما نيجي ناخد عرض الباترون، اول حاجه هناخد المقاس اول قسمه اللي هي ال 48 ونزود عليهم 3 سنتي، هيبقى عندنا الباترون عرضه 51 سنتي. التلاتة سنتي دول بتوع ايه؟ بتوع تريحة الجسم، يعني هما دول بتوع الزراير؟ لا، هما دول المرض؟ لا، محدش يفتكر ان دوت بس بتاع الجسم. طب هل هو سنتي خياطة؟ برضه لا. اخر ناتج اللي هو الستة سنتي هناخده من الجنب هنا، وده يبقى اخر ناتج بيتعمل في اي مقاس. يبقى احنا لما نجيب اي مقاس بنقسمه
مرة اتنين تلاتة اربعة، واخر ناتج اللي هو اصغر ناتج اللي هو 6 سنتي بنحطه، يبقى ده طوران الخلفي. يبقى احنا عندنا نص ده هيبقى الظهر، والنص التاني هيبقى الصدر الايه؟ الموديل. يبقى ده الصدر بتاعه وده الظهر. يبقى احنا بنشتغل دلوقتي من على الظهر، فالظهر بنعمله اخر مقاس ونزود عليه 1 سنتي، وبننزل ناخد 1.5 سنتي اللي هو دوران الرقبة من ورا، وناخد عليه الدوران. يبقى انا كده عملت دوران الظهر بتاعي او دوران الرقبة بتاعتي. طيب عايزين نعمل خط الباط، نيجي من تحت 1.5 سنتي دي ونقسمها 2 بالمزور على طول كده من غير حسابات. لو عايز تحسب احسب بالمزور، عايز تقسم المزور على طول اقسمها وبعدين شوف هتطلع كام. واعمل خط الباط. يبقى الخط الباط بيتقسم نص الظهر زائد 1 سنتي من تحت دوران الرقبة، ودوران الرقبة بيتاخد اخر مقاس زائد 1 سنتي. يبقى عندنا الخط ده من ناحية الصدر ومن ناحية الظهر. من ناحية الصدر بنعمل علامين، علام تحت منها ب3 سنتي، وعلام فوق منها ب5 سنتي. اما من ناحية الظهر بنعمل علام تحت الخط الباط ب5 سنتي. اول حاجة بناخد الخط اللي هنشتغل عليه البنس اللي هو تحت الخط ده ب3 سنتي، ونروح واخدين عليه خط طولي. احنا كده رسمنا الاربع خطوط ورسمنا دوران الرقبة. طيب عايزين، واحنا قلنا ان الباترون ده نص الصدر زائد 3 سنتي، قلنا تريحة الجسم. طيب عايزين نكمل، هنيجي احنا قلنا هنا 6 سنتي، هنكمل عليهم الناتج التاني اللي هو ال 12 سنتي، وهنكمل عليهم الناتج التاني برضو مرة تانية 12 سنتي. دي 6 و12 يبقى 18، يبقى انا هاخد من هنا 18 سنتي، ودي 12 سنتي يبقى هكمل عليها 12 سنتي كمان. هتبقى دي كلها كام؟ 30 سنتي من هنا، اللي هم 6 اللي هم دول، وال 12 دول، وال 12 دول. وبناخدهم هما الاثنين خط مستقيم. لو احنا قلنا ان طول الصدر مثلا 41 سنتي وطول الظهر 40 سنتي، يبقى في فرق بينهم 1.5 سنتي من طول الصدر، لان الصدر الحريمي بيبقى عندهم صدر فبيرفع 1.5 سنتي لقدام علشان الحاجه ما تبقاش شالحه من قدام، فبيبقى عندهم 1.5 سنتي زياده، وده فائدته انه ما يخليش الحاجه شالحه من قدام. فاحنا بنطلع من هنا 1.5 سنتي اللي هو الفرق بين ال 40 سنتي وال 41 سنتي، ونعمل خط من هنا. يبقى الخط ده اتعمل مقاسه كام؟ اتعمل اعلى منه 1 سنتي اللي هو الفرق بين طول الصدر وطول الظهر، وبين الصدر قدام بيرفع 1.5 سنتي، فاحنا عوضناه في الكتف من فوق. طيب لما نحب ناخد بقى دوران الرقبة من قدام نعمل ايه؟ الرقبة بتبقى دايرة نفس مسافة الظهر، مسافة الظهر 6 سنتي زائد 1 يبقوا 7، نيجي على خط اللي احنا رفعنا فيه 1.5 سنتي ونروح عاملين 7 سنتي، وننزل منه 7 سنتي، يبقى دوران. كلام جميل. لو احنا قلنا نص الباط ده وقسمناه على 2، يبقى هنا 6 وهنا 6. طبعا كده احنا عملنا دوران الرقبة ودوران الظهر ورسمنا المستطيل. طيب احنا قسمنا الباط دوت وقسنا المساحة دي كام، هنشوفها كام ونقسمها على 2 زائد 1 سنتي. يبقى المساحة دي اكبر من النص ده ب1 سنتي، وده يعتبر مقاس ثابت في كل المقاسات. وبنيجي ناخد نقطة من أول هنا
من اول الرقبه لحد الخط الثاني، ونبقى عملنا الخط الاولاني للبنسه اللي هي البنسه اللي فوق الصدر. طيب نيجي تحت البطن، تحت دوران الرقبه من هنا على طول، ونقيس لحد النقطه ديت اللي هي تاني خط اللي هو ال 12 سم التانيين، اللي هو مسافه 30 سم بزاويه، ونروح قايسينها تشوفها تطلع كام. طلعت 37 سم. هنطلع على الخط التاني نفس المقاس 37 سم. هيبقى عندنا الجزء التاني للبنس، واحنا عندنا دلوقتي البنسه اللي فوق، وعملنا دوران الرقبه، وعملنا دوران الصدر من قدام. اسال الله العظيم رب العرش العظيم انكم تكونوا استفدتوا من اول حاجه من الحلقه. السلام عليكم.